وإلى اليوم، وهناك تنطلق في اليوم الأول النسخة الأولى من بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من الفيفا، وتستمر على مدى 4 أيام تتنافس خلالها منتخبات هذه الرياضة للحصول على لقب البطولة. يستهل المنافسات لقاء منتخب الإمارات وإنجلترا في المباراة الافتتاحية، تليها مباراة تجمع منتخبي السعودية والصين، وفي سياق متصل أيضا تستقبل نيوم بطولة كأس العالم لرياضات التزلج على الماء من 19 حتى 20 من يوليو، حيث يتنافس مجموعة من أبطال العالم في رياضة التزلج على الماء باستخدام السلك على الكأس.